الحسن الأشعري كيكال زانا غورا كان أهل سنة وجماعات بداخو كان دستواجان كاتي خوي لسدي يكو دوي هجرية وسريان الله كاتيك رافضي كان جيابونو بيتشواني الرأي عامي أهل سنة وجماعة بلين كاو كات الرأي مسلماناني عاميان بي أوترا بانغشيان كربو بعض الشتي تايبد بخويان كاتيك خوارج جيابونو دشي حزتي عثمان وعلي هستانو او شرخوانا وانا دروزبو كاتيكا معتزله كان للروي بيرو بوشونو وان دير راي جاوازيان دروزبو ناشار زورينا كما يواناوي انا اهلي سنه وجماعه ينا لحقيقتا خوي مسلمانان القران زو فيري كردونا فرمي هو سماكم المسلمين يعني مسلمان مسلمان ناوي بخوي ويتي بلا من بولين كردنا بناشاري لسدي كدوي يجريها بتابتي لسدي كاسري الله ولسدي دوا كفرقو جروبا كان دروزبون بناشاري او دروزبو يعني بيكين بس شوار بشو امتي اسلامي سيبشي تواني بلي عمي خلق بوكا بحساب اهل سنه وجماعه ناوزا ذكرى او بششي كما هو توزيع بن بسر او سي شوار فرقاكا ورد فرقي لي ابيته وانا عبد القاهر جرجاني زورك لا ابن حزم وانا لكتابة كاني انا باسي فرقي زورا كان صدام بلام زور ديجيني اني بوي هاولاتي تيبقى شوار فرقي السركي هبون معتزلة وخوارج والروافز واهل سنة وجماعة ايتر فروع لما انا ابيته لا ناو راسي السدية كواتا تقريبا سرتاي السدي سي كوتشي فرقي زور دروز بون انحرافاتي زور دروز بو بداخوا زورك حتى لو أنا كداكو كان لإسلام كروكم معتزلة كان كدوري كباش يعني بولا ما وياك برام برنا يران إسلام وبرام بر زنديق كانوا الشبهات برام بر إسلام دروس تكرا حتى هزاران كسيان لي مسلمان بولا لخلق غير مسلمان لسردستي قفتو قوي معتزلة كان بلام لبعزك مسائل زور روشون كما تعبير قرآني بيوتري غلو يعني زيادة روشون بون منبوي صفة بوخوا إقرارنا كان على اساس تدسيم بوخوا اقرارنا كان قيشت ان في صفات مثلا لسر مثلا الرحمن على العرش استوى يا يد الله فوق ايديهم يا وآيتانيك باسي اندام كان بوخوا متعال سبحانه وتعالى زياد الرويه كان كرك قيشت تعطيل نفي صفات اوانا يعني اهل السنه والجماعه لم بيناك زورينيم سلمانانك خريبوا بكذب منا وبراستي أم أبو الحسن الأشعري خوي ماوي كي زور لسر بيروبوتوني معتزلة بو ولام بشوي كي منصفانو دور لغلو زيادة الروي لقال ويشا لو نسبتش كلقال يعني بو قرايا ولا قناغي كي تري تمانيا با بي جرانوي خوي هندي خوي ديو با بي غمري خوي ودرو دي خوي لسر بي با بي هندي زانا اي تريش ألان قفتو قوي كردو وحواري جلساتي تايبتي يعني بو لقال هندي زانا روتي كيميان الروي وسطي معتدلي ورقرت كنوكو اواني تعطيل صفاتك ونفي تواوي صفاتك قصيكر نوكو اوانش كتتسيم بوخوا بريارين والان بلا اخوا دستي هي وشاوي هي واستواي هي وفلان هي ختي كيمياني ورقر كزياتر لقال منهجي قران والسنه يكي قرتوا اما ابو الحسن الاشعري كخوي لسدي لسرتاي سدي سيرجيا والصالي سي صوب استوشار كوتشي دعاي كردوا دعاي اراميك روي كرد امتي اسلامي او غلو زيادة الروي ام بر او بر قرتنا تا حد كي زور هيور بوا لبرو زور بي علماء دعاي او راسي قتابي اون لامام باقلاني وامام غوركاني تري حتى امام نووي اقا الرازي وزورك لعلماء متاخري بلين سدي شوارو بينجو شش وحوت لعلماء قورا كان إسلام كبيان على أصحاب الموسوعات ككتيبي قورا قوري كان جلديان داناوا لعقيدة أهل السنة ولا دياري كني فكري أهل السنة بيروي لأشعري أكن لراسي أم بياو داهنري مذهب يغنية والله ما تبعتي حال خوي مذهب دروزة به إسا إمام الشافعي خو روجك دانا نشتو بلي بسم الله الرحمن الرحيم نية ما مذهب الشافعي دروزة كان يا ابو حنيفه نيوتو اواد مذهبي ابو حنيفه بناكرت كز واي نوتو بي رواني زور زاد مارغيريان هو يان لرويد الصوزي وخوشويستي وكل سر دمي او شرخي شاب الله ختي فلان كسو ختي فلان زانا وختي يعني او اتباع بي روانا ودروس سكان امامي ابو الحسن اشعري لو انا نبو كداني شيخ مذهبي دروس كابل كو خلقي جرايه وبو
عقيدة صافي أهل السنة لو كتابي كنوسي طبعا كتابي زوري هن قسل دوسات كتاب وشتواء كان كرنغ مبالغي تيابي چونك ديان لو كتابانا فوتاون هنده كي دسكاري كراون بلام كتابي كي واضحي نوسي بناوي الإبانة كعقيدة أهل السنة وجماعات ببي وفق قرآن والسنة أو عقيدة باسكر طبعا سرتا او بلا مكرخنج هي لسر ابو الحسن الاشعري يعني كز معصومني حتى لسر امام غورك انيش رخناها هيج امامك مقدس وبيروزني وكسيان معصومني تنا ندلاي امي اهل سنة وجماعة صحابه معصومين بس بيامر عليه الصلاه والسلام معصومه صحابه تابعين تابعي تابعين تا اجات الطبقه بين شوارم وبين جم كاوانا جريتوا هلايان كردوا وبوچوني هلاشيان هبو تصرفي هلاشيان هبو ولام بشوي كي گشتي وقتي خن نويك كي بو شخصيتي امبيا وبابا تكاني اخواني توا بود دركوي كسي كي زور معتدل بو